بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين وأصحابه وأهل بيته. أيام على حال من أيام الله، أيام إحياء شعائر أهل البيت وشعائر أبي عبد الله الحسين، وانصافا أيام متميزة في حياتنا كمؤمنين بمدرسة أهل البيت وبخط أهل البيت. وكثير من الإخوة الله يحفظهم، كثير من الأصدقاء يراسلون، يستفسرون، يستفتون أنه ما هي أهمية هذه الشعائر، وما هي أهمية هذا الإحياء الكبير للقضية الحسينية. إخواني الكرام، أصدقائي الأعزاء، نحن في واقع الحال في أيام عيد الغدير. تحدثنا حديثا وانتشر بشكل واسع أن قضية الغدير قضية أساسية وضيعتها الأمة، ضيعت الأمة قضية الغدير، وانحرفت المسيرة انحرافا كبيرا، حتى سيطر بنو أمية على أمور الإسلام والمسلمين، وسقطت أيضا الأمور بيد بني العباس، وانتهت إلى ما انتهى إليه أمر المسلمين اليوم. ولما جهلنا وغفلنا عن قضية الغدير وقعنا في هذه المخمصة والمشكلة الكبيرة. أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في واقع الحال وجهوا الناس إلى قضية الحسين بشكل كبير، لأن قضية الحسين قضية اتفق عليها المسلمون جميعا، يعني مدرسة، حتى مدرسة الخلفاء، يعني مدرسة العالم السني، مدرسة الخلفاء أيضا ترى أن قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه جريمة، وأن من قتل الحسين هو خارج عن الملة والدين. يعني هم، يعني مدرسة الخلفاء، يعتبرون أن معاداة أهل البيت والنصب العدائي لأهل البيت كفر، وهذه موجودة الآن. ابحثوا في مواقع التواصل، في الانترنت، في اليوتيوب، أنه مثلا حكم الناصبي عند المسلمين، ومن هو الناصبي، وشوفوا كيف يبينوا علماءهم أنه قضية أهل البيت قضية مهمة، ومعاداتهم والوقوف ضدهم هي كفر وزندق. ولذلك يزيد بن معاوية في الواقع لما واجه الحسين ما واجهه على أساس حسين بن علي وابن رسول الله، وإنما واجهه كأنه خارج على الإسلام وخارج على ويريد تفريق الأمة، يعني شعارات براقة ومضللة، وخلى الأمور تسير بها الاتجاه. فقضية الحسين قضية متفق عليها أنها ظلامة كبيرة وقعت على أهل بيت رسول الله، واتفق المسلمون على ذلك. فأئمة أهل البيت وجهوا الأمة على الأمر الاتفاقي. الأمر الاتفاقي يعني ماكو واحد يقول لا يزيد خوش آدمي، إلا النواصب. النواصب يقولون يزيد أمير المؤمنين، وهذا خلاف إجماع العلماء، قلنا علماء السنة والشيعة. فالأئمة وجهوا الناس إلى إحياء واستذكار الأمر المجمع عليه. قضية الغدير قضية حقيقية، ولكن تفرق المسلمون عليها فغير إجماعية، ولكن نحن كبيت شيعي لابد أن نركز على قضية الغدير حتى تبقى في نفوسنا أن القضية قضية جوهرية. فإحياء شعائر أهل البيت، إبقاء هذا الخط، إبقاء خط أهل البيت، إبقاء منهج أهل البيت في نفوس الناس، وحالة من حسب تعبيرنا، حالة من الـ الـ الـ
التمييز بين الخط الصحيح والخط الغلط، بين الانحراف والضلال وبين الهداية والاستقامة. فقضية إحياء شعائر الحسين صلى الله عليه تصب في هذا الاتجاه. ولذلك احنا نشوف أنه في مجتمعاتنا الآن مسألة التميز أن هذا حسيني وهذا شيعي برايات الحسين، بإحياء شعائره، باستذكاره، بالجلوس في المجالس وإحياء المجالس طول السنة، هذا في الواقع أعطى رونقا مهما لخط أهل البيت صلى الله عليهم أجمعين. وهذه المقولة اللي قيلت هي صحيحة، أنه الإسلام محمدي الوجود، محمدي الوجود يعني محمد صلى الله عليه وآله هو أوجد الإسلام، ولكن حسيني البقاء، بقي الإسلام بالحسين، بقي الإسلام بدم الحسين صلى الله وسلامه عليه. وهو قال روحي فداه لإمام الحسين، قال لو وليت الأمة، لو وليت الأمة بمثل يزيد فعلى الإسلام السلام. إذا الأمة تقبل بهذا الشخص يصير والي وأمير، فالإسلام عليه حال أقرع لي الفاتحة هيك. والحمد لله رب العالمين، دم الحسين أيضا تفاعل في الأمة، وبقي يزيد سنين قصيرة، 3 سنين أعتقد، كل سنة سوال جريمة كبيرة ومجزرة عظيمة، قتل الحسين في السنة الأولى، وهدم علي حال الكعبة السنة الثانية، وبعدين السنة الثالثة هم استباحة المدينة المنورة وقتل المسلمين عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. على أي حال هذا الأمر لابد أن يبقى وله أثر كبير في نفوسنا. بس واحد قد يسأل أنه هذه القضايا شنو تأثيرها في نفوس الناس؟ الآن قعدت وقريت لبست أسود، الطمت، وحسب تعبيرنا أطعمت الناس، وقعدت في مجلس، طلعت في موكب، وين التأثير؟ الجواب التأثير جدا قوي في ضمير الإنسان وفي اللاشعور اللي الإنسان يملكه. يعني شوفوا أولادنا لما يحضروا هذه المجالس، أولادنا لما يشوفوا هذه المظاهر، أولادنا لما يسمعوا الحوادث اللي جرت على الحسين صلى الله عليه، هذا الشعور وهذا الاستذكار وهذا الأمر سيبقى في ماذا؟ في وجوده. شوف أولادنا قبل المحرم شو يسوون، واحد يسوي تكية، واحد يجيب الأسود، واحد ما أدري يهيئ الدمام، واحد يهيئ العلم. هذا أنه لنا موعد مع قضية الحسين، وهذا الموعد مهم جدا، مهم جدا لإبقاء هذا الخط، خط رفض الظلم، خط استذكار الحق وأهل الحق، وتبني مدرسة الحق، والابتعاد عن الغلط والباطل والضلال. هذه هي قضية مهمة جدا. لا بأس خل أذكركم قضية هواية يعني أعتقد نحن بحاجة إليها. كثير من الناس الآن، أرجو هذا الكلام على حال دققوا فيه حتى أبين أن القضية الغيبية كيف تؤثر في نفوسنا. قد إحنا ما نشعر بس هي لها أثر كبير في حياتنا، والعلم الحديث أيضا أثبت هذا الأمر. وأنا يوم من الأيام هنا أو في برنامج آخر ذكرت أن علماء اليابان قبل حوالي 20 سنة قبل اكتشفوا أن الكلام وأمواج الكلام تؤثر حتى في الطبيعة. وبينت، أنا ما أدري، قلت ما أدري في هالبرنامج أو غيره، أنه أنا شفت التقرير وقريته بشكل دقيق، أنه جاء هذا العالم الياباني، جاء بكأس ماء وتكلم مع الكأس الماء بكلمات غير لطيفة، وبعدين أخذ عينات من هذا الماء في أجهزة دقيقة، وشاف أن جزيئات هذا الماء وكريستالات هذا الماء جدا مخربطة وغير منتظمة، وجدا حسب تعبيرنا متبعثرة، مو نفس جزيئات خلايا الماء اللي هو في الواقع شافه بالجهاز الناظور الميكروسكوب. أن يتكلم معه كلام لطيف، سلم عليه وقال له مثلا الله أكبر، سبحان الله، كلمات لطيفة، أنت جيد، أنت حي، أنت لطيف،
يقول هذه الجزيئات الماء لما شفناها بالجهاز شلون الكريستالات والجزيئات مرتبة ولطيفة وبأبهى صورة. فأثبت هذا العالم أنه الكلمات تؤثر في الطبيعة، تؤثر في كل شيء. الآن أنت تقول يا الله، هذا إلى أثر كبير هم في اللي يسمعه وأيضا في نفسك أنت وإن لم تشعر هذا الشيء بشكل مباشر. قول مثلا كلمة غلط، جيب كلمة سيئة سفيهة بذيئة، تؤثر أيضا في الطبيعة اللي الآن العلم الحديث شي يسموه مثلا أمواج سلبية أو طاقة سلبية. يعني شنو طاقة سلبية؟ هاي طاقة سلبية يعني شنو؟ يعني واحد لما يتذمر موظف بالدائرة بس يتكلم السلبيات والغلط والفساد والكذا، كل الموظفين حسب تعبيرنا ينكمشون يتأذون يقلقون. ليش؟ لأن هاي طاقة سلبية، بعكس الموظف اللي يدخل مع أصدقائه في الوظيفة أو في الغرفة ويتكلم الجو جميل اللطيف، مثلا الحياة حلوة، الإنسان يقدر أن ينجح كذا، يتكلم كلام جميل، شوف كلهم نشطين كلهم مرتاحين. فيأثر يا أخواني، كلام يأثر، سلوك يأثر. إحنا لما نلبس هذه الملابس تأثر في نفوسنا، لما نلطم على الحسين يأثر في جوهر وجودنا. فأجيب لكم تجربة وهذه جربوها. يعني أحد الأساتذة المهمين من بريطانيا خاطبني بهالقضية وقال لي أنا مجربها وخلينا إحنا نجربها. أنا شخصيا أيضا جربتها. القضية هذه أنه كثير من الناس الآن يعيشون كآبة شديدة، حالة من البؤس، حالة من اليأس، حالة من النكبة. دائما يفكر هو فاشل، دائما يفكر ما بفايدة، حياة تعبانة، كسول، خمول. الآن هذا الشعور موجود حتى في الشباب، حتى في الشباب يقعد ساعة 12 الظهر. ليش؟ ما له خلق، ما عنده شغل، ما عنده تفكير، ما عنده أفق، ما عنده برنامج. الكآبة هذه قد واحد ما يحس أنه كئيب، ما يحس أنه مصاب بالكآبة. وهذا شوفوا علماءنا الآن، علماء علم النفس، لما تعرض نفسك عليه تقول يا أبا أنا أشعر بهالطريقة بهذا، يقول أنت تعيش كآبة كبيرة وقد أنت راح على حال تواجه مشاكل عويصة بحياتك، بس إحنا ما نشعر بها. بعض الأمهات، بعض النساء في البيوت يعيشن كآبة شديدة، بعض الآباء يعيشون كآبة شديدة. زين، هالكآبة الشديدة شلون نقدر نعالج؟ صدق الآن كتبوا هذا، يعني هذا الشيء، أنه كيف نعالج الكآبة التي نعاني منها. هذا العالم البريطاني يقول لي سيدنا أكو آية في القرآن الكريم، جزء من الآية يقول أنا سمعت أنه اللي يكررها 400 مرة باليوم يكررها راح لمدة شهر أو شهرين راح يحس أنه هو أصبح بطاقة أخرى وبوجود آخر وبشكل آخر. سألته شنو هالآية؟ الأخوة أعتقد حافظيها. الآية اللي هي ذنون، تعرفون ذنون نبي الله يونس، لما على حال الله ابتلاه بأن ابتلعه الحوت، فدعا ربه في داخل بطن الحوت. اجدعى الآية تقول وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، أن لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذا يسموه بالذكر اليونسي. الذكر اليونسي مع أنه ذكر تقوله بس كم له من التأثير في وجودك. جربوا أخواني، الكل يقول لبعضنا البعض جربوا هذا الذكر. مو كل الآية، لا، هاي الآية الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الوضعية كلها، بس أنا أذكر فقط الذكر اللي هو ذكره ذنون وهو يونس، قال سبحانك لا إله إلا أنت
أني كنت من الظالمين. بس هذه سبحانك أن لا إله إلا أنت أني كنت من الظالمين، هاي 400 مرة. وشوف إيش قد رح يأثر في حياتكم. في هذا العالم البريطاني يقول لي سيد أنا جربت على المرضى اللي يراجعوني وتصورت أنه ذولي يلقنون نفسهم، يعني ذولي تلقين ذاتي، بس يقول جربت على نفسي أنا، يقول أنا شخصيا هذا الذكر استمريت عليه لمدة شهر، يقول طلابي يقولون أنت صارت شخصية أخرى، زوجتي يقول أنت شنو هالطاقة اللي عندك، وصرت أنا فتحالة أخرى. فيمكن لنا أيها الأحبة أن نستفيد من الشعائر، نستفيد من الغيبيات، نستفيد من الأمور اللي الإلهية الماورائية اللي يسموها عالم الغيب والشهادة، يمكن أن نستفيد منها في ترميم ثقافتنا، في تعديل حياتنا، في تبديل شخصيتنا بشكل أو بآخر. تسبيح الزهراء إن شاء الله في يوم من الأيام راح أتكلم أن تسبيح الزهراء كم له من الأثر العجيب في شخصيتنا. حديث الكساء كم له من الأثر إنصافا، وراح أتكلم إن شاء الله إذا الله وفقني أنه هذه القضايا لا بد أن نرتبط بها. إخواني ترى الأخبار كل ساعة شنو قال الفيسبوك، شنو قال الواتساب، وهذا فلان راح وفلان إجا، فلان أكل وفلان شرب، هذه ضوج الإنسان، هذه ما تريح الإنسان. ارتبطوا بالله، ارتبطوا بالله، الله سبحانه وتعالى هو القوي، بيده الأمر كله، وهو القادر على أن يغيرنا، قادر على أنه يسعفنا. نرتبط بإمام زماننا، إمام زماننا في الواقع يعيش بيناتنا، احنا عندنا إيمان وثقة أنه هو حي غائب عن أنظارنا بس هو موجود. كيف نرتبط فيه؟ فالشعائر الحسينية والارتباط بالله سبحانه وتعالى، الأذكار المهمة، آيات الكريمة، يمكن أن نعتبرها في الواقع كحل لبعض مشاكلنا وواقعنا إن شاء الله تعالى. أنا على حال أطلت، ولكن إن شاء الله تعالى راح نستفيد من هذه الأذكار ومن هذه الشعائر بشكل كبير وجيد في واقعنا وتربية أولاد إن شاء الله تعالى. نعم تفضلوا. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة. أنا صاحب حسينية واشتريت فرشات جديدة للحسينية، وقديمات خذت فرشت بالبيت، هل يجوز هذا الشيء أو لا يجوز؟ الله يوفقكم. الأخ صاحب البصمة الصوتية يقول أنا صاحب حسينية عندي أثاث يعني قديم بالحسينية، يعني فرشات وقضايا، وأنا جددتها يعني اشترى جديد للحسينية وأخذ القديم خلاه في بيته. سؤالي يقول هالشكل أنه فرشات جديدة اشتريت للحسينية وأخذت القديمة إلى بيتي، يجوز لو لا؟ الجواب لا، الجواب لا. ليش لا؟ مو إلك هذه، هذه جايبيها للحسينية، جايبيها للزوار، جايبيها لإحياء شعائر أهل البيت، أما تأخذ لبيتك ما يصير. تقول سيدنا بالية تعبانة، تعبانة هذه إما أن تعطيها إلى حسينية أخرى، إلى موكب آخر، حسينية أخرى. يعني إذا استغنى صاحب حسينية من أثاث أو من مستلزمات في حسينية استغناها، يقدر يأخذها إلى وين؟ إلى حسينية مماثلة، إلى مكان مماثل، موكب حسينية كذا، وما يصير يأخذها إلى بيته. إذا تقول له الحسينيات أخرى ما تحتاجها، هذا بأمر الحاكم الشرعي. هذا الحل الآخر، أنه باسم الحاكم أو برأي الحاكم الشرعي، يعني يا مولانا شو نسوي هذه؟ ما حد يريدها، وزوالي تعبانة وحصران كذا، هو راح يقول لك مثلاً يجوز لك التصرف فيها في بيعها مثلا أو إعطائها للفقراء بإذن الحاكم الشرعي، مو أنه جنابك تأخذ إلى بيتك وتقول والله هذه قديمة وأنا أخذ البيت، لا يجوز ذلك. نعم نعم تفضلوا. نعم السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة سيدنا الله. المضاربة بالبورصات، البيع والشراء، هذه البورصات المتداولة على النت جائز شرعا أم لا؟ وشكرا جزيلا لكم. جيد سؤال الأخ الله يحفظه.
يرتبط بالبورصة وتبادل الأسهم وشراء الأسهم، يقول هذه شنو الرأي الشرعي. شوف أخي الكريم، الفقهاء في مسائلهم الشرعية يعني في كتب الفتاوى ذكروا بيع الأوراق الأسهم، بيع الأسهم جائز أو غير جائز، بيع على حال الدخول في البورصة يجوز أو ما يجوز. الفقهاء قالوا أنه إذا كانت، اسمعوا جيدا، إذا كانت هذه البورصة في الواقع تبيع أسهم لشركات واقعية، أكو شركة أطارات، شركة ملابس، شركة نفط، أو شركة بيع سيارات، أنا أدخل ضمن هالشركة أشتري سهم، يعني هاي الشركة بها 1000 سهم، أنا أشتري سهم فأصير شريك في هالشركة بمقدار شنو؟ جزء من الأسهم الموجودة، وأبيع سهمي وأشتري سهمي بحسب شنو؟ شراكتي الحقيقية. إذا كانت الشركات والمصانع حقيقية وتشتري أسهم من تلك الشركة أسهم حقيقية، فما في إشكال تبيع وتشتري، يوم يصعد يوم ينزل، يوم كذا يوم تربح يوم تخسر عفوا، وهذا جائز لا إشكال فيه. مرة لا، مرة أمور وهمية، يعني لا أكو شركة، لا أكو أطارات، لا أكو بيع ملابس، ولا أكو كذا شركة، وإنما حسب تعبيرنا أرقام تباع وأرقام تشترى وتنزل وتصعد بدون، حسب تعبير، بدون شيء واقعي، هنا في إشكال شرعي. سواحد يقول شلون أفتهم؟ واضح، واحد لما يشتري أسهم من شركة مثل بيع السيارات، يدخل إلى الشركة يشوف شنو الأسهم مالتها، بيش السهم اليوم بيش، أمس كان كم، راح يكون كذا، فيستفسر حتى يدخل فيها. أما إذا أنا أدخل في شركة ما أشوف إلها واقع، ما أشوف إلها منتوج، ما إلها حقيقة، إنما هي وهمية، هذا فيه إشكال. فلذلك الإنسان لابد أن يدخل إلى أمر، يعني لا يدخل إلى أمر إلا ويستفهم، إلا ويستعلم قبل أن يدخل فيه. نعم هاشم، تفضل يا هاشم. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام، عظم الله أجرك، حياكم الله. سيدنا عدي فد استفسار أو فد المعلومات عن قضية شوية عاشوراء. صوتك لو تعليه حتى أسمعك عدل شوية صوتك. سيدنا عندي فد يعني ملاحظات أو عن قضية عاشوراء والسيدة زينب. نعم. نحن عندنا في بعض الروايات تقول إن كلام المعصوم دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق، صح هذه الرواية؟ بلي. نعم، والإمام الحسين عليه السلام عندما وعد السيدة زينب إن الله ناصركم وحاميكم ومذل عدوكم، صح هذه الرواية؟ شنو هي الرواية حبيبي؟ شنو الرواية؟ صوتك جدا ضعيف، أنا قوة أسمع يعني الأخ المخرج شوية صعد صوته. الرواية الإمام الحسين عليه السلام يوم العاشر عندما وعد السيدة زينب أخي تعزي بعزاء الله وإن الله ناصركم وحاميكم ومذل عدوكم. جيد. نعم، الآن أكو بعض الرواديد أو الشيوخ عند الخطباء الناعين يصورون السيدة زينب بالذل والتعرض والتهجم عليها، فهي فخر المخدرات. يعني سؤالي، الإمام علي عليه السلام يقول أحد جيرانه في الكوفة يقول جاورت علي 4 سنين لم أرى لزينب خيال. جيد. فكيف الإمام الحسين يعلم أن السيدة زينب راح تتعرض للسبي والضرب وكل هذا ويجيبها إلى كربلاء؟ يعني قصدي أنا أنه الملالية أو الرواديد يصورون أنه السيدة زينب انذلت وانضربت. شوف حبيبي هاشم، هاشم نعم، تغير كلامك تغير. أول نعم. تقول أنه الرواديد يصوروها أنه ذليلة ومهانة وكذا. نعم. الآن تقول الإمام الحسين شلون يطلعها ويدري راح يصير بيها؟ صار عندك سؤالين. أنت عندك إشكال على الإمام الحسين ليش طلعها؟ لو عندك إشكال على الرواديد ليش يصورون سيدة زينب ضعيفة الشخصية
لا أنا قصدي على الرواديد، يعني هم يصورون السيدة، يعني الإمام الحسين عليه السلام، الإمام علي حافظ عليها وعلى خدرها وعلى سترها وعلى هذا كله، والإمام الحسن من بعد على كل هذا حافظ عليه، على السيدة زينب. هي السيدة زينب إذا كان الإمام جابها إلى كربلاء لأن عندها رسالة راح تكمل الرسالة من بعده. أي فهم هذا قصدي يعني. فالإمام الحسين من أحضر السيدة زينب وقالها إن الله ناصركم وحاميكم ومذل عدوكم. صحيح. حتى في مجلس يزيد أحدهم قال كأنه علي بن أبي طالب يتكلم. جميل. نعم. فيعني هم أقول أنا مشكلتي على الرواديد والها، يعني أنتم ليش تصورون؟ أنا راح أجاوبك أخ هاشم، اسمع جوابي شكل. عندك ملاحظة أخرى؟ لا سيدنا، بس أقول يعني شوية قضية السيدة زينب هاي الفخر المخدرة يعني ما يصير هالدرجة توصلونها لمن كلمات بذيهة ترجع من رات تنطر عليها. شنو رأيك هاشم، شنو رأيك بالسيدة الزهراء؟ سيدة الزهراء هي خير النساء، سيدة النساء العالمين. نعم. ريحانة. نعم. وبضعة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومكرمة. نعم. أحسن. ما جرى عليها من الضرب والكسر. نعم. وإسقاط الجنين. نعم. وصفعها على وجهها من قبل الظلمة، هذا تقبله؟ نعم. تقبله صار؟ نعم. ولا ما صار؟ صار؟ لا صحيح صار، بس سيدنا أنا مو هذا قصدي يعني. لا 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 يعني بس ريت أنا بس ريت أقول لك أنه ترى قضية ظلم الظالمين، أنا خليني أجاوبك أقطع الاتصال حتى أقدر أجاوبك لين لا يأخذ وقت البرنامج. شوف حبيبي هاشم، أن الحسين ليش أخذ أخته وليش أخذ عياله، هذه صار فيها كلام ومؤلفات فيها على أنه الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي كتب أو كان ضمن البرنامج الحسين صلى الله عليه وسلم على أنه تظهر مظلومية هذا الخط وظلم الظالمين بشكل واضح في قتل سبط رسول الله وسبي نسائه، إن شاء الله يراهن سبايا وإن شاء الله يراني قتيلا. زين، هاي الحالة اللي هي مسؤولية الإمام الحسين، واحد يقول شون الإمام الحسين راح انتحر؟ لا ما انتحر، حتى المجاهدين الآن الشباب الآن المتطوعين الله يحفظ المجاهدين لما يروح على الساتر مع الدواعش حتى شي يسوي؟ حتى يجاهد، ينقتل بل ينقتل، شلون هذه راح ينتحر؟ مسؤولية الأمة أن تدافع عن كيانها، أن تدافع عن دينها، حتى لو أدري راح أقتل هذا مو انتحار، حتى لو أدري راح أقتل هذا مو انتحار، هذه مسؤوليتي. شون مسؤوليتي أوقف أصلي؟ مسؤوليتي أن أدافع عن الدين حتى لو كان فيه شنو، حتى لو كان فيه قتلي. ولذلك أصحاب الحسين لما قال لهم يا جماعة ترى الجماعة ما يردوني ما يردونكم إلا أنا، فأنتوا روحوا، إيش قالوا؟ قالوا يا ابن رسول الله لو نقتل 70 مرة ما تركناك، يعني قضية مسؤولية. فمسؤولية الحسين هذه وأداها، أداها جزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا. زين، أما نيجي نقول أن عظمة السيدة زينب، شلون هاي العظمة الخطبة والكذا يصوروها ذليلة ومسكينة وكذا؟ لا، هم في الواقع لا يصورونها ذليلة، يصورونها منكوبة محزونة مظلومة. الظلام شيء وأن يكون الإنسان دليل شيء آخر، هي مظلومة، صرف مظلومة، قتل أولادها، قتل إخوتها، قتل أولاد إخوتها، قتل أصحابها أو أهلها، هي مظلومة محزونة، محزونة كئيبة تبكي، ولكن شنو؟ لا تقول ما يسخط الرب، ما تقول شيء، وإنما هم نفس الخطأ يقولون أنه ذهبت إلى جسده وأخذته وقالت اللهم تقبل منا هذا القربان، قوية، وقفت في مجلس يزيد تكلمت بذاك الكلام القوي، أهل الكوفة شلون سكتتهم. فأقول شنو؟ أن نميز بين المظلومية وبين الذل. السيدة زينب ما ذلت، لا، نعم ظلمت. الخطبة حتى يبينون الظلام يقول نعم ضربت وكذا، منكبها كذا على ما أدري نوق الهزال ركبت وضربت وأهينت، نعم هاي ظلامات، ولكن ليس كل من يهان هو ذليل، أبدا أبدا، هواي أنبياءنا أهينوا ولكن هم أعزاء،
عزاء في أنفسهم وفي موقفهم. سيدة زينب الذليل يوم الإنسان في الواقع يتنازل عن قيمه ويتنازل عن مبادئه، وليس هناك ربط بين عزة الإنسان وبين أن يكون ماذا؟ أن يكون مظلوما، أن يكون قد وقع عليه الظلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا أن نقرأ قضية كربلاء بشكل جيد. أنا أشكرك على مداخلتك. نعم عندي متصل. نعم علي تفضل يا علي. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا بس بالاستفتار على شغلة أنا اشتغلتها، استفتار شرعي. نعم. أنا اشتغلت شغلة أشتري غاز من أهل اللوريات ومن أهل الكريات. بني. أجمع عندي هذا الغاز. أسوي مثلا 1000 لتر 2000 أبيع الشخص، شخص ببيع على ما أعرف وين يوديه، حربة في مولدات ما أعرف. أنا هاي شغلتي بيها إشكال لا سيد. مشكور يا أخ علي على اتصالك، حياك الله. رحم الله والديك سيد. جناب الأخ علي الله يحفظه يسأل سؤال يقول أنا وأنا أكو سيارات شاحنات كبيرة عندها حصة يعني تروح يعني تتزود بالغاز الغاز، وبعدين تيجي تفرغه في مكان ما يعني ما تستفيده في النقل والانتقال. يعني سيارات من تتزود بالغاز تروح البصرة كربلاء بغداد كذا وتصرفه، هذول لا ما يشتغلون وإنما يتزودون بالغاز، يجون يفرغونه عند آخرين في براميل يبيعونها هكذا. هذا يجوز دولة. سمحت السيد عند رأي هواي مهم يقول إذا كان هذا الأمر يعني هذا الشغلة إذا كانت في الواقع تخل بالقوانين والنظام هذا ما يجوز. إذا كانت تخل يصير خلل يعني يصير قحط يعني يصير أزمة، أو أنت في الواقع جت خالف المقررات أنت يعطيك حتى تمشي وتشتغل بهالسيارة، مو أنه تأخذ وتروح تبيع تأخذ 200 دينار وتبيع ب500 دينار اللتر الواحد. هذا في واقع الحال سمح سيدي يقول إذا كان في إخلال في النظام هذا ما يجوز، ولا بد إنسان أن عليه حال يحترز ويبتعد، وهذا أمر عليه حال واضح. السيد عنده نظرية الحفاظ على النظام العام والقوانين العامة. نعم أم علي تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد أنا أجي إذني يعني مو حب لدي نعم صوتك مو واضح يا أم علي. ألو صوتك شوي علي. ولدك إيش فيه ولدك؟ ما يعني ما يحب الدراسة سيد، استخدمت وياه قوة ما يقبل. إيش قد عمره يا أم علي؟ إيش قد عمره؟ إيش قد عمره؟ 16 سنة. يعني استخدمت ويا تقنية يعني احتاريت ويا وأخاف على مستقبل. أم علي عفوا هو متفوق بالدراسة يعني يستوعب لو لا ضعيف ما عنده خلق؟ لا هو من النوع الذكي بس ما يحب يقرأ. ها؟ ذكي بس ما يحب يقرأ. ذكي متفوق زين. نعم ما أعرف يعني احتاريت ويا. أنا أشكرك حياك الله. أخواني أم علي تكلم عن قضية تربوية يعني مو قضية فقهية، تقول أنه أنا ابني عمره 15 سنة وما يحب يدرس ما يحب يقرأ ما يحب يهتم بالدراسة، فسألتها أنه استيعابه شلون؟ قالت لا ذكي. أنا ليش سألت؟ لأن أكو بعض الأولاد هم استيعابهم ضعيف ما له خلق ما حسب تعبيرنا ما يكسب المعلومة بشكل جيد فيتعب ويتململ ودرجاته ضعيفة، بين أصدقائه ينظروا له نظرة شوية حسب تعبيرنا نظرة دونية، فيحس بأنه هو مو مكان هنا فما يحب الدراسة. هتشي أولاد اللي ما عندهم إمكانية ذهنية لن نجبرهم على هذا الأمر، خلي يقرأ ويكتب بعدين ودي العمل. قد يكون بعض الأولاد هو ذهنه إلى الأمور العملية الأمور الفنية، قد يحب يصير كهربائي جيد يصير نجار جيد يصير حاسوب يعمل على الحاسوب بشكل جيد، قد يكون هو مهني أكثر مما هو علمي. واضح؟ إحنا لازم نفهم أولادنا توجهاتهم شنو. الأخت معالي تقول لا ابني هو متفوق ويستوعب، ليش ضعيف الآن بالدراسة وليش ما يحبها؟ مقتضى العمر أم علي تسمعيني، مقتضى العمر 15 سنة يعني هو الآن في مراهقة شديدة.
هاي المراهقة والتواصل والعلاقات والأصدقاء والكلام الغلط وسماع سماع الأخبار السلبية، والله أصحاب الشهادات ما يطوهم وظيفة، يدرس يأخذ شهادة ماكو وظيفة، هاي كلها تأثر على اندفاع للدرس، تأثر على أنه أنا لمن أدرس. إذا دكاترة ما عندهم شغل، إذا مهندسين يبيعون طماطة، أو ذاك الولد مهندس يبيع شاي ببغداد مثلا، هاي قضايا تشوفها يصير عنده نوع من حسب تعبيرنا الإحباط، الإحباط واليأس. هذه غلط، لازم احنا نفهمها بابا، أنت أولا هذا ذهنك جيد، الله مطيك ذهنية جيدة، ثانيا هي سنين كملها، وكملها شهور، هي شهور كملها وإن شاء الله العطلة تيجي وترتاح. لابد أن نعين على أن نعطي شحنة إيجابية وأمل، ونبعد عن الأصدقاء السوء. أصدقاء السوء جدا 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 مؤثرين في شخصية أولادنا. شون نبعدهم بعد ما أدري، هاي لازم إحنا شون ندرسها وشون كذا. فإبعاد الطفل عن الأجواء السلبية أولا، ثانيا عن أصدقاء السوء، ثالثا أن نربط بالله سبحانه وتعالى. في هج سن اربطوا بالله، اربطوا بالغيب، اربطوا بالقادر المتعال، على حال بالأمور الروحية، سماع محاضرة جيدة، سماع كلمة لطيفة، أخذوا إلى عالم دين، أخذوا إلى المراقد المقدسة، هاي تأثر كثيرا يا أختي معلي. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يمر على هالفترة المراهقة وهي حساسة جدا، حاولي أن تكوني لطيفة معه ولا تقصري قصر ممنوع، قصر الضغط وضرب ممنوع جدا في هالشي مستوى من العمر، فهو في الواقع يريد يثبت وجوده، يثبت شخصيته، فلذلك دائما يعاند، والعناد هذه طبيعي في هالشي مرحلة عمرية. نعم أم علي تفضل. أم علي أم علي لا تسمعيني من التلفزيون، اسمعيني من التليفون. ألو السلام عليكم. اسمعيني من التليفون أم علي. عليكم السلام. نزل التلفزيون أم علي، رجاء رجاء نزل التلفزيون. جاء تسمعني من التلفزيون. أنت طلعي من الصالة، طلعي من الصالة وتكلمي برا، خلي الأولاد يشوفون التلفزيون. طلعي طلعي تكلمي معاي. انقطع الحمد لله. يلا أم علي تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدنا أنا عندي سؤال. أي نعم. زوجي يشتغل تاكسي ولقى ملابس مال يعني ولد شاب. بلي. وسعرهم تقريبا 35-30. بلي. ويعني حاول يدور عليه وما لقى، والملابس لحد الآن عندي. صحيح. يعني هل يجوز آخذ من أولادي وأدفع فلوسهم؟ شكرا أم علي، أشكرك، شكرا على التصوير. شكرا سيدي. إخواني الكرام، الأمور اللي نعثر عليها، الأمور اللي نلقاها بالشارع، بالسوق، بالسيارة، بأي مكان، هذه في الواقع أموال مجهولة مالك، ما ندري مال منه. فأكو شيء اسمه لقطة، لقطة يعني اللي نلتقطها من الشارع، فلوس أو شيء من هذا القبيل، أو ساعة أو موبايل. هاي اللقطة لازم تعرف، يعني نكتب إعلانات لمدة سنة كاملة أنه اللي فاقد له ساعة خلي يتصل على الرقم الفلاني، اللي فاقد له موبايل خلي يتصل يطيني أو صافح حتى أطيه إياه، لمدة سنة كاملة، لمدة سنة كاملة. أما إذا بسيارتي تارك ملابس بسيارتي، تارك مثلا علاقة مخضر لحم مدري إيش بالسيارة وأنا صاحب تاكسي، هنا الفقهاء يقولوا إذا كانت أشياء سريعة الفساد، يعني سريعة الخراب، مثل الخضرة واللحم والدجاج، هاي تخرب، يعني إذا بقت تخرب، فهذه تصدق بها عن صاحبها، تعطيها الفقير والبوي هذا إلك عن صاحبها اللي نساها، واضح؟ أما إذا كان أشياء لا، موبايل، فلوس، أو أنه ملابس، ويمكن أنه أنا لمدة معينة أسوي إعلان، اللي مثلا فاقد لشيء مثلا اتصل عليه في التاكسي او في التكاسي، راح يتصلون. للاسف العراق ما كنا نقابه التكاسي حتى واحد
يراجع النقابة ويسأل عن كذا، هي هوسة يعني، ناس مو تكاسي وهم يعملون تاكسي. ولكن عموما لمدة معينة يكتب إعلان على سيارته أنه من فقد شيئا في سيارتي أو كذا أو في سيارة تاكسي فليتصل، راح يتصلون عليه ناس يقول والله أنا نسيت جوازي، يقول لا مو جواز عفوا، واحد يقول يا أبا أنا موبايلي، يقول لا عفوا مو موبايل. يوم الأيام واحد يتصل يقول يا أبا أنا علاقة ملابس، يعطينا أوصافه، راح يحصل صاحبه. إذا يأس، إذا يأس من ذلك، لا واحد اتصل لا واحد سأل لا واحد إجا، إذا يأس من ذلك نعم تقدرين أنت تبيعيها وفلوسها تتصدقين بيها، أو أنت تشتريها لأولادك وبفلوسها تنطين صدقة عن صاحبه، لا إشكال في ذلك. واضح أختي الكريم؟ نعم. علي تفضل يا علي. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدنا طلقت زوجتي قبل سنتين. نعم؟ طلقت زوجتي قبل سنتين. طلقت زوجتي قبل سنتين؟ إيه، والابنية زوجت وراحت. صار عندي حاليا شك بالشهود، سمعت حكي انهم ما يخمسون، انهم ما ملتزمين دينيا، هيك هذا شنو موقف هاني؟ ابلغ عيد الطلاق؟ يعني الشهود اللي شهدوا على الشهدة وعلى الطلاق انه انت شكيت بعدالتهم؟ اي سمعت حكي منا ومنا. بني واضح حبيبي، واضح مشكور. شكرا. مشكلتنا شباب، أنا على جواب هذا الأخ المتصل الأخ علي راح أبين في القضية وبعدين أجاوب. مشكلتنا أنه بعض الأخوة المتدينين الله يحفظهم من يسمع حكاية، أدي اتصال، تفضل اتصال آخر. نعم باسم، تفضل باسم. باسم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولاي سؤالي موكب عندي. نعم. وجاي عندي المواد او بطاطين او شو جاي ما جاي استخدمها انا هسه حاليا بالموكب. نعم. او جيزرات اريد ابيع عنها واشتري بيها شيء ممكن استخدمه للموكب. بني هذا السؤال الاول. بني السؤال الثاني، أنا دائما أقعد الصبح أصلي أدعي للإمام صاحب العصر والزمان بالفرج. شلون؟ بنفس الوقت أدعي للإمام المهدي بتعجيل الفرج. بلي أقسم على الله وأقسم بأن لي حاجات أنا أطلبها من الإمام المهدي بنفس الوقت بعد دعائي إلى بالفرج، لي حاجة أقسم عليه بسيدة زينب وأبكي من أتذكر مصيبة زينب عليه السلام وهضيمة. هذا الموقف يعني يصير ببالي، هذا هم الإيجابيات على عمري، هذا على بفائدة هذا من. شكرا باسم على اتصالك وسؤالك الثاني. أنا كان موضوعي اليوم، موضوعي بالحلقة كان هو هذا. نعم علي آخر. علي تفضل يا حبيبي. ما شاء الله اليوم علي وأم علي وعلي وأم علي وأبو علي كلهم باسم مبارك. نعم تفضل يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام سيدنا. بلا زحمة عليك، عندي فد استفسار على موضوع الورق. الورق؟ نعم. بيع الورق. ايه بيع الورق اكو اشكال فيه اذا واحد عنده ورق يريد يبيعه؟ نعم الدولار، يعني الدولار العفو. واضح سؤالك انه هل يجوز لي ابيع الدولار بالدينار؟ نعم رحم الله والدك سيد. مشكور حياكم. زين أنا أجاوب على الأخ علي اللي طلق زوجته وبعد سنتين من طلاق زوجته يجي يقول أنه أنا أشك أن اللي شهدوا على الطلاق ناس يخمسون لو ما يخمسون، ناس متدينين لو مو متدينين. فأنا أعتقد أنه ما كانوا عدول وليسوا يعني ليست لديهم عدالة، فطلاقي في إشكال. فلازم يا حبيبي يا عزيزي يا علاوي، شوف حيني لما إنسان يعني المشكلة أن اللي تقول متدينين، إحنا نريد نصير متدينين، نريد نصير ملتزمين، فكل شيء نسمعه نبدأ شنو نشكك ونبدأ كذا ونصير حسب تعبيرنا ندخل في عالم الوسواس وعالم الكذا. لا لا لا، الشيء اللي صار في وقته هو على حال عادل،
وانت على حال كنت تحرز عدالته ولا ما كنت تجيبه كشاهد فتحرز بعدالته، والان شكك والله سمعت، لا تعتني، لا تعتني بهذا الامر ولا تدخل في قلبك انه هذه المرة طلاقها باطل وراح متزوجة من واحد ثاني، ابدا لا تفتح هذا الباب. فتح هذا الباب الوسوسة والتشكيك راح يفتح عليك باب الكآبة والتردد بحياتك، هذا مو صحيح. اللي صار واللي وقع إن شاء الله تعالى كان صحيحا والطلاق صحيح، خلص لا تدخل في هذا المدخل أصلا. واضح حبيبي؟ جيد. علي ما شاء الله، علي رقم 10. نعم تفضل يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ربي حبك. يعطيك العافية. هاي فرصة سعيدة اتصلنا بيك سمعنا صوتك. الله وأنا أسعد حبيبي. الله يخليك رحمة الله والديك. سيدنا بس بالنسبة للطلاق، عندي أخويا يريد يطلق. نعم. أي فريد نعرف يعني من نتجاوز الشرع، شنو حقوق الزوجة، شنو حقوق الزوج على مود يعني ما نتجاوز الشرع بهاي القضية، يعني شغلة الأطفال عنده أطفاله يعني 7 وفوق تقريبا. أقول منو اللي يريد يطلق، هو ما يريدها لو هي ما تريده؟ تقريبا يعني الاثنين هم واحد ما يريد، لأن صارت مشاكل هواي. يعني متفقين أن يفترقون؟ متفقين. أي صار أكو اتفاق إنه يفترقون، لأن صارت مشاكل هواي يعني. سيد. أولادهم إيش قد أعمارهم؟ أولادهم واحد 8 من سنوات. والبنات واحدة 9 واحدة 11. بنات. نعم. جيد، حياك الله حبيبي، حياك الله عيني. ربي يحفظك ويسلمك سيدنا، ربي يحفظك. الأخ باسم كان عنده سؤالين. السؤال الأول يقول أنا عندي موكب وبطانيات وكذا، والبطانيات إحنا ما نحتاجها أيام صيف. هذا الكلام إحنا تكلمنا عنه يعني قبل 3 سنوات 4 سنوات لما صارت الزيارة 40 وقت الحر، أنا ذكرت هالمسألة وسألت سماحة السيد الله يحفظه السيد المرجع، أنا سألت أنه سيدنا شو يسوون البطانيات هذه والزيارة على حال في وقت الصيف ومئات الآلاف من البطانيات، هاي شو نسوي لسيدنا؟ سمحت السيد في وقت قال لي أنه إذا كانت هذه البطانيات في الواقع ليست على سبيل الوقفية، الناس ما يجيبوا وقف، يقول هذا للحسين أو هذا للموكب، وإذا كان هالشكل وكان يمكن أن يستفاد منها في أمور أخرى كإعطائها للمجاهدين أيام البرد أيام الشتاء، إعطاءه للعوائل المتعففة عوائل فقيرة، فلا إشكال في ذلك لأنها غير موقوفة أصلا، مو وقف هو، وأكثرها مو هالشكل، فيمكن الإنسان أن يستبدلها بأمر. أما أنه تقول أنا موجودة وأريد أنا أبيعها حتى أشتري آخر، إذا كان في الواقع مصلحة الموكب أو مصلحة الحسينية أو مصلحة أنه أنت تشتري أشياء بحاجة إلها وتستغني عن هذه بإجازة الحاكم الشرعي، يعني فقط تروح للحاكم الشرعي يقول له مولانا تجيز أو لا تجيز، إذا أجازك ما في إشكال، يعني قضية إجازة لابد من أخذها. أما مسألة أخرى اللي قالها باسم، الصبح يقعد يسلم على الإمام الحجة صلى الله وسلم عليه وبعدين يبكي على زينب الكبرى ومصائبها، يقول إلى أثر؟ نعم، اليوم أنا حديثي كله تقريبا 17 دقيقة تكلمت على أنه هذه لها أثر كبير على حياتك، كبير على شخصيتك، كبير على دينك، على تربية أولادك، له أثر كبير، ارتباطك بأهل البيت، ارتباطك بالله، ارتباطك بأهل بيت العصمة والطهارة، بأي نحو من الارتباط سواء كان حزنا أو فرحا، شوفوا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزنا، حزنا أو فرحا وارتباطا، هذا له أثر كبير على حياتك في توفيقاتك وزيادته إن شاء الله تعالى. علي الآخر يقول أنه بيع الورق شنو حكمه؟ ما في إشكال، الورق مثل الموبايل، هاي الموبايل أنا أقدر أبيعه الآن بسعر نقدا، أبيع الآن بورقتين، وأقدر أبيعه مؤجل بثلاث أوراق، هذا الموبايل أقدر أبيعه. ليش؟ لأن سلعة بالسعر النقدي أبيعه بورقتين، والسعر اللي بعد مثل بعد اسبوعين بعد شهر شهرين ابيعه 3 اوراق. فالبيع الفقدي ان صح التعبير يسموه الفقدي يعني مؤجل، والبيع النقدي اكو فرق، فانا ابيع نقدا بسعر ومؤجلا بسعر اخر. هذا الموبايل يصح له ما يصح؟ اي يصح،
كذلك الدولار صار مثل الموبايل، مثل الثلاجة، مثل الثوب. فأقدر أبيع الدولار الآن بسعره، الآن بسعره، وأقدر أبيعه شنو؟ بالمؤجل بسعر آخر. أقول هذا الدولار مثلا أبيعه 1450 الآن، وتعطيني 1450 أو 1,450,000 هذا 1,000 دولار، وتقدر تقول له أنا أبيع لك 1,000 دولار بعد 6 أشهر مثلا ب1,500,000، ما في مشكلة، لا إشكال في بيع الورق بالآجل بسعر أكثر، لا أشكال فيه. علي الآخر يقول أنه أخي يريد أن يطلق زوجته، واتفق الزوجان على أن ينفصلا، لأن بعض الحياة الزوجية غير قابل، يعني غير قابل الاستمرار. يقول إذا يطلقون فشنو حقوق الزوج والزوج؟ أخواني، الزوجة لها المهر، لازم يعطيها المهر كله، حاضره وغائبه. وثانيا أنه شروط الطلاق لازم تكون محفوظة، شروط الطلاق اللي هي شروط 8، هاي لازم كلها تراقبوها وراجعوا، راجعوا تطبيق المجيب، تطبيق المجيب نزلوه على موبايلكم إخواني، تطبيق المجيب من التطبيقات المهمة الكثيرة، إيش ما تبحث عنه يطلع لك جواب. نزل تطبيق المجيب، اذكر اكتب هناك شروط الطلاق الشرعي، نزل اول التطبيق، نزل على موبايلك وادخل فيه واسأل اي سؤال منه شروط الطلاق الشرعي، راح يبينك الشروط. فاذا هاي الشروط كلها كاملة الطلاق يحصل، يعطيها مهرة كاملة. اما الاولاد المن، البنات بالغات 9 عفوا البنات بالغات 9 سنوات و11 سنة، يسألون البنات أنت مع من ترحين؟ تعيشين ويا ماما لو ويا بابا؟ فالشي يختار البنات هو اختيارهن، واضح؟ فإذا صار اختيارهن فهي اللي تختاره هو يتحمل حضانة الأولاد، واضح؟ أما الولد اللي عمره 8 سنوات هذه حضانته بيد أبوه، الولد بيد أبوه لأنه أكثر من 2، لأن إذا كان صغير 1-1.5 لازم يشرب حليب من أمه، فتكون حضانة بيد أمه. أما هنا حضانة بيد الأب، ويقدر الأب أن يأخذ. نعم القانون يختلف، قانون بالمحاكم قانون للأسف مو صحيح، يعني خلاف المذهب الجعفري وفي تعسف، ولكن شرعا هو هذا، واضح إن شاء الله. يظهر وقتي أيضا انتهى، نسأل الله سبحانه وتعالى بحق الحسيني وأهل بيته وأولاده، وبحق زينب الكبرى، وبحق من أصيب بكربلاء بذلك المصاب، أن يدفع عن العراق والعراقيين البلاء. نحن في أوقات محنة وفي أوقات عصيبة، للأسف الشديد دخل الشيطان بيننا، فرق بين المؤمنين، وصارت الساحة متفرقة بين مؤمنين كلهم شيعة، وهذا دخل الشيطان فينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأمور، وأن يحفظ البلاد من البلاء، ويرجع كيد الكائدين إلى نحورهم، ويحفظ بلادنا ويحفظ أمتنا تحت ولاية أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عليه، ويعجل في فرج صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف، ويرحم شهداءنا ويعافي جرحانا، ويحفظنا من كل سوء وبلاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا تنسوني أيضا أنا من الدعاء لي ولوالدي، كما لا أنساكم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.